الملياردير الأمريكي يفاجئ المغرب والمغاربة بخبر مفرح غير متوقع. مرحبا معكم بالبيس باسل شيك، ان شاء الله تكون بخير جماعة وبصحة وسلامة. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعة. بهذا الفيديو رح نشوف الخبر المفرح من الملياردير الامريكي غير متوقع، وايضا عنا موضوع هام، حدث هام جدا في قلب الصحراء المغربية. قبل ما ننتهي الفيديو لا تشتركوا بالقناة، فعلوا زر الصندل دعمة توصل، تحط لايك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر، خلينا بشرس. قبل ما نبتدي الفيديو شوف هاي الصورة يا جماعة. شو القصة؟ تداولت الصحف المغربية على شكل واسع المفاجأة التركية الجديدة، حيث أعلنت تركيا عن إصدار طائرة مسيرة جديدة، حيث كشفت شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية النقاب عن هيكل طائرة مقاتلة مسيرة ميوس بعد دخولها مرحلة الانتاج. ونقلت وكالة الأناضول الآن منذ لحظات معدودة عن المدير التقني لشركة بايكار سلجوق بيرقدار دخول مسيرة أقنجي مرحلة الانتاج، والذي أكد أن المسيرة سيكون سمكها أكبر وأكثر رشاقة، وقد دخلت مرحلة الانتاج بعد 3 سنوات ونصف. وذكر بيرقدار في شهر يوليوز الماضي أن هدفنا هو تنفيذ أول تحليق للنموذج الأولي للمقاتلة المسيرة في الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية. ما نراه الآن تركيا تعلن عن مفاجأة جديدة، طائرة مسيرة جديدة، وعلى ما يبدو بعد أن تم تداول هذا الخبر على شكل واسع من قبل الصحف المغربية، ليس ببعيد المغرب سوف يطلب من هذه المسيرة، وليس ببعيد المغرب سوف يعقد هذه الصفقة من أجل ضم هذه المسيرة إلى سرب الطائرات إلى الترسانة المغربية. هذا ما أعلنت عنه المصادر منذ ساعات معدودة. هل انتهى الموضوع عندهم؟ ايش جواب ولا؟ مباراة الجزائر جعلت هناك اجتماعات على اعلى مستوى. مباراة الجزائر والكاميرون الفاصلة هي حياة او موت بالنسبة للنظام الجزائري. مباراة الجزائر والكاميرون الفاصلة حياة او موت بالنسبة للنظام الجزائري. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في بلاغ وصف بالهام التكفل بمناصري المنتخب الجزائري الذين سينتقلون إلى الكاميرون لتشجيع منتخب بلادهم في مباراة ذهاب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم التي ستحضنها قطر. وقال بلاغ لرئاسة الجمهورية الجزائرية بعد قرار رئيس الجمهورية التكفل بمناصري المنتخب الوطني لكرة القدم الذين سينتقلون إلى الكاميرون لمساندة فريقنا الوطني، أمر الرئيس الجزائري الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن بالشروع ابتداء من يوم غد في عملية بيع تذاكر الرحلات المخصصة لنقل المناصرين إلى الكاميرون بأسعار مدعمة مع توفير كل الإمكانيات لإنجاح هذه العملية. ما نراه الآن اجتماعات على أعلى مستوى داخل الجزائر، والسبب هي مباراة الجزائر والكاميرون، ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد. تصريحات مضحكة لصحيفة الشروق حيث قالت إن المغرب يدبر مؤامرة تمنع المنتخب الجزائري من بلوغ المونديال. عادت وسائل الإعلام الموالية للنظام الجزائري إلى كيل التهم للمملكة المغربية وتعليق الفشل في عدد من المجالات على شماعة الرباط، وآخر هذه الغرائب هو ما نشرته جريدة الشروق التي تحدثت عن مؤامرة للجامعة الملكية لكرة القدم ضد المنتخب الجزائري.
وزعمت الشروق أن فوزي لقجع رئيس الجامعة ويحيى حدقة مدير مديرية التحكيم وعضو لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يتعمدان التشويش على المنتخب الجزائري. وتقول الجريدة الجزائرية في مقال بعنوان مخطط مغربي لإقصاء المنتخب الجزائري من مونديال قطر إن الجامعة تتآمر ضد منتخب ثعالب الصحراء، وادعت نقلا عن مصدر بدون هوية أن تعيين الحكمين البوتسواني جوشوا بوندو والغامبي باكاري لمباراتي الجزائر أمام الكاميرون ذهابا وإيابا على التوالي من قبل لجنة التحكيم التابعة للكاف قرار متعمد يقف وراءه فوزي لقجع ويحيى حدقة. ثم أضافت الشروق حسب روايتها الخاصة أن التعيين لم يكن بريئا على الإطلاق، خاصة فيما يتعلق بحكم مباراة الذهاب المثير للجدل بوندو الذي كاد أن يتسبب في خسارة المنتخب الوطني خلال مباراته أمام بوركينا فاسو ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفية كأس العالم والتي احتضنتها ملعب مراكش بالمغرب وفق نص المقال. وتتهم الجريدة فوزي لقجع بالعمل على زعزعة استقرار المنتخب الجزائري. ما نراه الآن هو سابقة من نوعها، هل ما نراه الآن هو رياضة أم هي سياسة؟ الإعلام الجزائري يتكلم عن مؤامرة غير مسبوقة وغير موجودة أساسا، وها نحن نرى الجزائر تتخذ قرارات على أعلى مستوى من أجل مباراة رياضية، فكيف لهذا أن يحدث؟ هل انتهى الموضوع عندهم؟ الجواب لا. بلجيكا والمغرب، أعلنت شركة رافاغو البلجيكية المصنعة للمركبات الاستقرار في المغرب. يواصل المغرب استقبال المزيد من الشركات العالمية التي ترغب في الاستقرار بالمملكة المغربية، وأيضا نحن نرى الآن الشركة البلجيكية رافاغو تنضم للمغرب. تحية كبيرة للدبلوماسية المغربية، ومن نجاح إلى نجاح ومن انتصار إلى انتصار. هل انتهى الموضوع عندهم؟ الجواب لا. الملياردير الأمريكي والمغرب، عجل الملياردير والخبير الأمريكي يعلن عزمه الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في قلب الصحراء المغربية. عبر شاد ماكلينان وهو رجل أعمال معروف بالوسط الأمريكي واحدا من كبار الأطباء بأمريكا عن سعادته البالغة وامتنانه للاستقبال الحار الذي حظي به من قبل السلطات المغربية بأقليم الداخل وادي الذهب. وقال المستثمر الأمريكي الذي حل ضيفا بأقليم الداخل أخيرا إلى جانب وفد رفيع المستوى من أمريكا لحضور أشغال منتدى الاستثمار المغرب أمريكا أنه سعيد جدا بزيارته لحاضرة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية والتعرف على أصدقاء مغاربة جدد. وأشار في تغريدة له على حسابه الرسمي تويتر إلى أنه رفقة أطباء بارزين ودكاترة كبار بأمريكا على أنهم على أتم الاستعداد للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي والعمل على تطوير الموجات الصوتية لرفع مستوى الرعاية الصحية بالمغرب انطلاقا من أقليم الداخلة المغربية. وفي الآخر وجه الملياردير الأمريكي جزيل الشكر للسلطات المغربية ومجلس جهة الداخلة ومنتخبي الجهة والمنظمين على حرارة الترحيب وحسن الاستقبال طيلة تواجده إلى جانب زملائه بإقليم الداخلة حاضرة جنوب المغرب. هذا ما أعلن عنه الخبير الأمريكي منذ ساعات معدودة. الملياردير والخبير الأمريكي يعلن عزمه على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بمدينة الداخلة. نعم، إنها المملكة المغربية، مملكة الأمن والأمان، مملكة السلم والسلام وقبلة جميع المستثمرين. وتحية كبيرة للعلاقات المغربية الأمريكية، ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم، إنها المملكة المغربية،
انها الامبراطوريه العلويه الشريفه، انه المغرب. يا ساده غكسنا اخي كل احبك. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الامام، ابناءنا الى الامام، فكلنا فدا الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.